بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الشيخ بن باز رحمه الله ألف هذه الدروس المهمة لعامة الأمة حتى ينتفع بها الناس، وذكر فيها العقيدة، وذكر فيها شيء من فقه الصلاة والطهارة والوضوء وتغسيل الميت وتكفينه وتجهيز الصلاة عليه، ثم الأخلاق الإسلامية والآداب. وقلنا لماذا، ما هو السبب لدراستنا لهذه الدروس المهمة؟ لأنها مهمة، يعني يحتاج لها العبد. ولكنها لو قال لنا قائل هذه مهمة لعامة الأمة، نقول إذا كانت هذه مهمة لعامة الأمة، إذا من باب أولى أن الطالب يكون يعرف هذه الأمور: شروط الصلاة، وأركان الصلاة، واجبات الصلاة، وسنن الصلاة، ومبطلات الصلاة، وما لذلك. نعم، وقسمها قلنا الشيخ إلى أقسام، إلى دروس، وبهذا يعني يسهل علينا دراستها إن شاء الله تعالى. نعم. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. تقدم معنا أنه طريقة السلف، هل طريقة السلف ترك حفظ القرآن، أو حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل، أو يحفظ كل يوم 10 آيات ثم ينظر في تفسير هذه الآيات ويستعين بالله على العمل؟ هذه هي طريقة السلف، يعني ترك حفظ القرآن هذا خطأ، وحفظ القرآن من دون تدبر ولا عمل هذه طريقة الخوارج، نسأل الله السلام والعافية. قال: والوسط هي طريقة أهل السنة والجماعة، لم يتركوا حفظ القرآن، ولم يتركوا التدبر والنظر في هذه الآيات، ثم استعان بالله على العمل. لكن أي كتب التفسير نقرأ؟ قلنا نقرأ كتاب مختصر واضح سهل مثل تفسير ابن سعد رحمه الله تعالى. قال: أقل ما يكون أن يحفظ في القرآن الفاتحة وقصار السور، يعني من الضحى إلى الناس. نعم. الدرس الثاني: أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. تقدم معنا في الأصول الثلاثة شرح لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تتضمن نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. ومعناها قلنا لا معبود بحق إلا الله، عندما قلنا بحق هذا دليل أنه كل ما يعبد من دون الله عبادته باطلة. نعم. قال: وشهادة أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
وأما شروط لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لا يفتح بغير أسنان، وهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله، إذا لابد توفر هذه الشروط. قال محمد عبد الوهاب رحمه الله، لأنه كثير من الناس لو قالها لا تنفعه. لماذا؟ لأنه لم يحقق شروط لا إله إلا الله. نعم. وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل. العلم يعني بمعنى لا إله إلا الله، هذا الشرط الأول، أن تعلم معنى لا إله إلا الله ومحمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. وضد العلم الجهل. إذن العلم بمعنى لا إله إلا الله يعني لابد تعلم معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ومقتضى شهادة أن محمد عبد الرسول قلنا طاعة فيما أمر، تصديق فيما أخبر، واجتنام ما عنه نهى وزجر. وضد الجهل، الجهل بمعنى لا إله إلا الله، مثاله قال يعتقد أنه معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله أو لا معبود إلا الله، معنى هذا صحح كل ما يعبد من دون الله. أو عندما قال لا رب بحق إلا الله أفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، أو يقول لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا لا يكفي، هذا توحيد ربوبية. نعم. إذن معناها العلم بمعناها يعني بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ومقتضى قلنا شهادة أن محمد عبد الرسول طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتنام ما عنه نهى وزجر. وسوف يأتي معنا من كلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، وأنت مسلم لا تعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. الثاني اليقين المنافي للشك. نعم. إذا ما يشك في إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك لا يشك في أن رسول هذه الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يطاع في كل الأوامر، وأن يجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص لابد يكون مخلص في قول لا إله إلا الله، وضد الإخلاص يقول الشرك، سواء كان شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات. نعم. والصدق المنافي للكذب. يعني يكون صادق في قول لا إله إلا الله، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله وهو نسأل الله السلامة والعافية كاذب، مثل المنافق الآن يصدق في أقواله وأعماله واعتقاده، يصدق مع الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور، قول وعمل واعتقاد، يصدق في قول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، وضد هذا الكذب. والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى ويكون مع عباد الله سبحانه وتعالى، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. وضده قال الكذب، يعني يكذب، يكون كاذب في قول لا إله إلا الله. نعم. والمحبة المنافية للبغض. المحبة يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله، وإلا وقع في المحبة الشركية. وأين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال هذه تحت محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبهم. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أقسام المحبة ثلاثة، محبة مع الله حكمها شرك أكبر، ومحبة في الله أو لله هذه من أوثق عرى الإيمان، حب في الله والبغض في الله. طيب. والثالثة محبة طبيعية، وهذه جائزة بشرط الله يقدمها على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن المحبة يحب الله سبحانه وتعالى ويحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته من عمل وعامل وزمان ومكان، عمل كل أوامر الشريعة لابد أن تحب، ويحب كل من أمر الله بمحبته من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين والموحدين وأزمنة وأمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله يقول أن الأعمال كلها مبناها على المحبة. نعم. والانقياد المنافي للترك. إذن لابد ينقاد ولا يترك شيء مما جاء عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم معنا في الإسلام قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له
بالطاعة لا المعصية. نعم. والقبول المنافي للرد. إذا لابد يقبل كل ما جاء عن الله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولا يرد ولا كلمة واحدة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وضد الرد قال. نعم. والكفر بما يعبد من دون الله. الكفر بما يعبد من دون الله هذا هو معنى لا إله إلا الله أصلا، لأن لا إله إلا الله قلنا تتضمن نفي وإثبات، كفر وإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا إله نافيا، إلا الله مثبت العبادة لله وحده، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن لابد أولا من التخلية قبل التحلية، ومن الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد ليس بموحد. إذن لابد أولا أن يكفر بجميع ما عبد من دون الله، وثاني يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم. هذه هي الشروط الثمانية. نعم. وقد جمعت في البيتين الآتيين. قلنا أنه هذا هدي العلماء أنهم يسهلوا على الطلاب العلم، وعندما تكون بعض الأمور يعني يصعب حفظها على الطالب ينظم لهم بعض الأبيات وما إلى ذلك من أجل أن يسهل عليهم ضبط هذه الأمور. نعم. وإحنا ليس لنا قلنا إلا أن نسلك هذا الطريق الذي سلكه العلماء، ونسير على ما ساروا عليه حتى نصل بإذن الله تعالى. نعم. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. نعم. مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقت. نعم. شرحنا هذا يعني تقدم معنا في الأصول الثلاثة كثير، وهنا يعني كرره، وإخواننا يعني هذا التكرار يفيد أن تستقر الأمور عندك، يعني كثرة ما يكرر هذا. والله هذا كثير أيضا حتى في القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وما تكرر يقال تقرر وثبت. نعم. ومقتضاها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. طاعته فيما أمر، لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، واجتناب قلنا هذا أبلغ في البعد عن المحرمات، أن تجعلها في جانب وأنت في جانب، وتصديقه في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، إنكم سترون ربكم، سيكون قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف وغيره من نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، والأخير أن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد على المبتدعة. نعم. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.